يعتبر الزئبق الأحمر غالي الثمن لندرته وصعوبة استخراجه. علميا الزئبق الأحمر يتم استخراجه من الذهب، وذلك من خلال تعريض الذهب الخام إلى الإشعاع، بالإضافة لأنه يتم استخراجه من باطن الأرض ويخرج من فواهة البراكين بعد ثورانها، ولكن الكميات المستخرجة منه هي كميات ضئيلة جدا قد لا تتعدى هذه الكمية المليغرامات. والزئبق الأحمر ينقسم إلى نوعين، نوع زئبق أحمر طبيعي ونوع آخر يتم تحضيره صناعيا وهو الزئبق الأحمر الكيميائي. من المزاعم لاستخدامات الزئبق الأحمر أنه يدخل في صناعة القنابل الاندماجية ويستعمل كمفجر بدائي بدلا من الوقود الانشطاري. ومن مؤيدي هذا الزعم الفيزيائي هو سامويل كوهن، والذي قام باختراع القنبلة النيترونية في فترة التسعينيات. يقال أن الزئبق الأحمر يعمل على تسهيل عمل تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية من أجل استخدامه في الأغراض العسكرية بدون أن يحتاجوا إلى أجهزة الطرد المركزي، والتي تسهل عملية تعقبها دوليا لمنع انتشار أسلحة الدمار النووي. يشير البعض أن الزئبق الأحمر ليس من الأسماء الحقيقية، بل هو اسم شفرة أو كود نيم. تشير هذه الشفرة إلى البلوتونيوم واليورانيوم، أو قد يكون للليثيوم 6، وهي عبارة عن مادة تتعلق بالزئبق يميل لونها إلى الأحمر، وذلك بسبب بعض المواد الزئبقية العالقة بها تستخدم في الأسلحة الاندماجية. وحسب الصحيفة الروسية برافدا في عام 1993، قدمت بأن الزئبق الأحمر يستخدم للطلاء من أجل الاختفاء من الرادار، بالإضافة إلى استخدامها في صناعة الرؤوس الحربية التي توجه ذاتيا. في عام 2009 في المملكة العربية السعودية، ترويج إشاعات حول احتواء ماكينات الخياطة نوع السنجر على الزئبق الأحمر، مما أدى إلى تهافت بعض الناس إلى شراء هذه الماكينات من هذا النوع بأسعار عالية، حيث قيل بأن استخدام الزئبق الأحمر يستخدم في إنتاج الطاقة النووية وطرق استخراج الذهب ومن أجل اكتشاف مواقع الكنوز، ولكن تبين أن كل ذلك كان ترويجا من عصابات النصب والاحتيال. ويقال أن الزئبق الأحمر يدخل في الكثير من أعمال التحنيط للمومياوات المصرية في العصر القديم. من الناحية العلمية يبدو أنه لا يوجد ما يسمى بالزئبق الأحمر، وقد تكون كلها مزاعم فقط لترويج أمر ما أو صناعات معينة على أنها زئبق.